اليوم صباحا بدأ أول الاقتحامات، نستطيع أن نقول أنها أصبحت 6 اقتحامات. أول اقتحام كان في منطقة الغزية، هي في الجنوب اللبناني. قام موضع باقتحام المصرف مع شقيقه، استطاع الحصول على 19,000 دولار من وديعته، أعطاها لشخص ثالث كان يساعدهما، وسلم نفسه للأجهزة الأمنية. ثم توالت الاقتحامات. نحن أمام بنك لبنان والمهجر، ثاني مصرف يتم اقتحامه من قبل المودع عبد صوبرا، هو تاجر لبناني. هناك حوالي 275 ألف دولار من وديعته موجودة في المصرف له ولزوجته ولشقيقه، ولا يستطيع الحصول عليها. تحدثنا إلى شقيقه، قال إن عبد كان في الخارج وهو تاجر ويحتاج إلى 1,000 دولار لإتمام المعاملات وللاستيراد، وهو كان يحاول مع المصرف مراراً الحصول على أجزاء من وديعته، ولكن المصرف كان يرفض ولا يعطيه دولارا واحدا. هذا ما كان يقوله أخوه. من ثم أيضا توالت المعلومات عن اقتحام مصرف آخر في منطقة الرمل البيضاء في بيروت بالطبع بالعاصمة، بنك لبنان والخليج، أيضا البنك اللبناني الفرنسي في منطقة الحمرة، فرنسا بنك في الحمرة أيضا، وهناك مصرف آخر بنك لبنان والمهجر، نفس المصرف الذي نحن نتواجد أمامه في منطقة فردان في العاصمة بيروت. وهناك اقتحام لمصرف أو لبنك عودي في منطقة الشياحية في ضاحية بيروت الجنوبية. كان هناك أيضا ترددت معلومات عن أنه هناك اقتحام آخر في منطقة الكفاءات وهي خارج العاصمة بيروت في ضواحيها الجنوبية، وأيضا توالت معلومات أخرى لم تكن مؤكدة عن اقتحامات أخرى. المؤكد حتى الساعة وما وصلنا هو اقتحامات 6، هو يوم الاقتحامات المتواصلة. المودعين يريدون أموالهم، هذا هو الهدف من الاقتحامات. طيب. الآن الناس أو بالضبط هنا السؤال ليلى، ماذا عن صوت الشارع أو أمام يعني ما الذي يتم تدعم عبد؟ نعم، ماذا عن صوت الشارع؟ ما الذي يتم تداوله من قبل المواطنين حول هذه الاقتحامات؟ نعم، يعني الآن هناك أحد الأشخاص هو أمامي يقول بأنه المصارف محتالة، المصارف سرقت أموالنا، المصارف تمنعنا من الحصول على أموالنا. أيا كانت هذه الودائع، المصارف تحرم المودع واللبناني من الحصول على أمواله. هم يشجعون عبد. وأيضا كان هناك بسام الشيخ حسين حضر، هذا المودع الثاني الذي اقتحم مصرف بنك فيدرال في الحمرة في شهر أغسطس الماضي، هو ثاني مودع يقتحم المصارف، وقبله كان هناك اقتحام. أول شخص اقتحم المصارف هو عبد الله الساعي، المودع عبد الله الساعي. الآن هناك دعم. عبد كل بضعة دقائق أو كل 10 دقائق يخرج ويتحدث إلى الناس من الشباك، شباك المصرف، ويقول لهم لن أخرج قبل الحصول على جزء أقله من وديعتي. شقيق عبد هو متواجد الآن ويقول أنا لو كنت محله كنت قمت بأكثر من ذلك، لأنه لا يمكن استرداد الودائع إلا بالقوة. هناك غضب وأيضا هناك دعم. الشارع اليوم إن كان متواجد هنا أمام المصرف أو إن كان على مواقع التواصل الاجتماعي أو إن كان يتابع الناس هذه الأحداث والاقتحامات في منزله، هو يصف المودعين الذين يقتحمون المصارف بأنهم أبطال يقومون باسترداد حقوقهم التي حرمهم منها الدولة اللبنانية والقانون والقضاء. القضاء لم يقف إلى جانب المودعين إلا بحالات استثنائية ونادرة جدا، لذلك هم يقومون بالمبادرة لاسترداد. ليلى إذا